محمد رياض مراسلنا من قناة السويس الجديدة هيطلعنا على آخر التطورات والتفاصيل من هناك. محمد برحب بيك وتفاصيل أكتر عندك، تفضل. مساء الخير عليك شريف. يعني لا تزال الأجواء الاحتفالية الكبرى بعبور ثلاثة من السفن الكبيرة تحوم هنا وتجوب أنحاء مدينة الإسماعيلية وأيضا مدن القناة بشكل عام، احتفالا ببدء العمل في مشروع قناة السويس الجديدة. لا تزال السفن التي تعبر قناة السويس الجديدة تحتفل أيضا بإطلاق الأبواق عبر مرورها من قناة السويس الجديدة. منذ قليل عبرت ثلاث سفن قادمة من الجنوب، وهناك أيضا ثلاثة سفن عابرة من ناحية الشمال، وهناك موازاة في عبور هذه السفن، وهي خير دليل على أن قناة السويس الجديدة هي رسالة للعالم أجمع بأن إدارة قناة السويس والمصريين قادرون على إدارة القناة الجديدة باقتدار بعدما شكك البعض في هذا الإنجاز الكبير. هناك كان هناك مؤتمر صحفي للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بعد هذه الاحتفالية والإبحار التجريبي لهذه السفن. أكد فيها الفريق مهاب مميش على أن هذا المشروع هو مشروع مصري خالص، وقدم التحية لكل المصريين الذين عملوا في هذا المشروع وقدموا بالعرق وبسواعدهم وبدمائهم كل الجهد الخاص لإتمام هذا المشروع في هذا الوقت القياسي الذي شهد له العالم. أيضا الفريق مهاب مميش أكد أن أعمال التكريك انتهت بالفعل في القناة الجديدة، وأن سوف تذهب بعض الكراكات إلى ميناء شرق بورسعيد بعد الاحتفال يوم 6 أغسطس المقبل لأعمال التطوير في ميناء بورسعيد لاستقبال الحاويات وبشكل أكبر لاستيعاب الحاويات والسفن التي سوف تأتي من القناة الجديدة. أيضا قال لنا الفريق مهاب مميش أن تكلفة الحفر بلغت حتى الآن 8 مليار دولار حتى هذه اللحظة، وأيضا أطلعنا على العديد من التفاصيل أبرزها أن الاحتفالات الخاصة سوف يشارك فيها نحو 5000 من ملوك ورؤساء الدول والشخصيات البارزة على مستوى العالم. أما بالنسبة للتأمينات شريف، هناك تأمينات مكثفة وعلى أهبة الاستعداد. كانت هناك طائرات حربية تحوم بين الحين والآخر من طائرات الأباتشي وطائرات الهليكوبتر التابع للقوات المسلحة، حتى أن سرب من طائرات F-16 كان يحوم فوق قناة السويس. هناك لانشات تحمل الصواريخ تقوم بحماية السفن وتذهب إيابا وذهابا وإيابا للسفن لتطمينها بأن المجرى الملاحي الجديد والقديم أيضا على هبة الاستعداد وآمن بالكامل. وأيضا إنها رسالة للشعب من الشعب المصري إلى العالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان. أيضا كانت هناك ملحوظة قال لنا الفريق مهاب مميش أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يقدم نحو 50 من السفن سوف يقدمها في الاحتفالية المقبلة في يوم 6 أغسطس، وسوف يتم تقديم 12 لانش سوف يتم توزيعها على الصيادين هنا تيسيرا لهم. كانت هذه هي أبرز المظاهر هنا شريف. إليك أعود مرة أخرى، تفضل. محمد عايز اسالك، يعني ايه 50 سفينه هيقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي و12 لانش؟ ممكن توضحها لي اكتر؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتصنيع 50 لانش يتم توزيعهم على الصيادين هنا مجانا. سوف يتم توزيع 12 لانش يوم الافتتاح، وسوف يتم توزيع بقية اللانشات تباعا، وذلك تيسيرا على الصيادين هنا، وأن تكون بادرة خير وفاتحة خير عليهم. سوف تقوم الهيئة هنا بتوزيع هذه اللانشات مجانا من قبل الهيئة بأوامر وتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايه شعور الاهالي بعد ما عرفوا خبر زي ده؟
فرحة عارمة يعني شريف، البعض يعني كان بيطالب بزيادة هذه اللانشات من أجل أن يقتاطوا منها، وأيضا الفريق مهاب مميش قال أن سوف تكون هناك مفاجآت كثيرة يوم الاحتفال، ولكنه لا يريد أن يذهب هذه الفرحة، ولكن قال أن هناك مفاجآت كثيرة. البعض طلب أيضا بالعديد من الامتيازات لأبناء مدينة الإسماعيلية وبورسعيد ومدن القناة بشكل عام، ولكن هناك فرحة كبيرة، ويعني البعض أطلق الزغاريد وقاموا بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي وقاموا بالتهنئة للفريق مهاب مميش. بشكرك شكرا جزيلا محمد رياض، شكرا محمد على كل التفاصيل اللي عرفتها لنا من قناة السويس الجديدة. يعني في 50 لانش أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تصنيعهم للصيادين، 12 منهم بالفعل هيكون يوم افتتاح قناة السويس الجديدة، وبعد كده الكراكات العملاقة اللي حضراتكم شفتوها وتابعتوها على مدار الشهور الماضية دي هتنتقل إلى ميناء شرق بورسعيد والعمل على تطوير ميناء شرق بورسعيد تطويرا جذريا.